ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام <سؤال> ورحمة الله وبركاته جرى اكتب لي ورا مسلمنا ورا مسلمنا ورا قرآن مالنا جدي قرآن منطق

من يطيع الرسول فقد اطاع الله دي الرسول انا قلت كله شاء الله انا قلت كله الله المستعان الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بولدي جديتم على الله كي بلو بشو تاهلتُمْ تمر امر ونشر ارتد محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم، الله باك نجيب ولجم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الله المستعان. كنت آيات رشيته، الله باك اسبوستو بولديت. আল্লাহ মোমিনদের উপরে হেসান করেছেন যে তাদেরই মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রসুল প্রেরণ করলেন তিনি তাদেরকে কোরআন পরে শোনান আর কোরআন এবং হিকমত শিখান আল্লাপাক বলেছেন এটা তোর প্রসিন্ত আপনি সবসময় শুনেন সাত নম্বর আয়াতের একটা অংশ মা ফখুদু ও রসুল ম্যামর রসুল তোমাদেরকে যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো যা কিছু করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো আল্লাহ বলেছেন রসুল ইদা দাকুম লিমা ইকুম যখন রসুল তোমাদেরকে ডাক দেন আল্লাহ ডাক দেন রসুল ডাক দেন তখন তোমরা তার ডাকে সারা দিবে তো যে ব্যক্তি কোরআন মানবে সে অবশ্যই রসুল সাল্লাহ আসলামকে মানবে رسول صلى الله <تكلمة> عليه وسلم ولن لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الله رسول المده মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ তো যারা বলবে আমরা কুরআন نُبِيٍّ নবী মানে না ওরা আসলে মানে না বলা صلى الله عليه وسلم এটা বলতে নাই। যদি এরকম করে যে হাদিস মানবো না তাহলে নমাজ কিরকম পড়বে এই ক্যাফের সলাতের সলাদটা কিরকম পড়বে সে দেখান তো আহ কিরকম করবে সলাতের বিধান পরিপূর্ণ যেরকম আমরা আদায় করি এরকম আছে নাকি তার মানে হচ্ছে এইসব ক্যাফের কুফ উদ্দেশ্য হলো منشئ مدهي شمشئ سيشتي كوري إسلام تيك بير كوري دايا ورا مسلمان نا جارا قر... نبي كريم صلى الله عليه وسلم السنة كي فلو كوري نا وشي كار نبي الحديث حديث صحيح سنة السنة كولو كي ورا مسلمان نا كارون ورا قرآن كي ماري نا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حراجا مما قضيته ويسلم متسليما باقي أحاديث صحيح. بل لنا قطو ويتم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من احاديث شنبورك. كنت تقول قران الكتاب بيش كلها. ابن ابا ربوزنتو وراه مسلمان هيكي. انا لله راجعون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا لن يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إيه ايات سوره الاحزاب نشوف ايات ييبون شنا. بس ايات

الله بكبر جن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كونوا مؤمن نورنا للجنة الجنة كونوا ذكر اختيار تكنا جدي الله أرتى الرسول دهن كيف الله يبنك الرسول نردش أي نردش الكتر اختيار تكنا ترى الرسول يقول نردش اسفشت تو جرى الرسول كمان بنا جرى تراب بس تبقى بقرآن كما بنا রসুলকে না মানলে সে কাফের আর রসুলের নির্দেশ সে যদি ইজমালি অমান্য করে নির্দেশ সেও কাফের কারণ সে আল্লাহ রসুল সাহায্যের আনুগত্য করলো না রসুল অত অতই রসুল স্পষ্ট ইয়ার এইসব কাফের কুফার থেকে সতর্ক থাকবেন এদেরকে কিছু বলা যায় ওরা চায় ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয়া স্পষ্ট আউজবুল্লাহ جدید حدیث نہ مانے تو نماز نہیں روزہ نہیں روزہ بیدا نہیں حکیم السلام نے دلی بنو اللہ الحمدللہ بس ہوئے گلو الحمد للہ و بس انََََََََََ راجعون اللہ عدین انشت کے مسلمان در کے حفاظت السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ